على الخشب طبعا، الاشغال الاخشاب الطبيعيه، شغلاتي طبعا اكثريتهم يعتبر على شكل الغزلان. طبعا احنا كاساتذه اساتذه تربيه اقسام المهنيه نشتغل على انا اشتغل على الخشب، طبعا شغلاتنا هذا اغلبيتهم تعبيريه، اغلبيتهم فن تعبيري. أعمالي تعبيرية خرجت من الواقع وتعبر عن الواقع، وأنا أشارك في هذا المعرض بعشرين عملا فنيا. قدمت معرضا خاصا بي، والآن أقدم معرضا مشتركا مع زميلي عبد السميع. هذا هو المعرض 30 الذي أقدم فيه أعمالي النحتية. النحت هو وسيلة تعبيرية مثل الرسم والموسيقى وأعمال السيراميك.